وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. God, in the late, sometime late at night, God descends from the highest heavens to hear the prayers of those people who are still awake in prayer. Okay. In fact, Sunni theologians would say it's like it's the mercy of God that's coming down. It's almost like the metaphor of like a parent kind of leaning over their child to hear what they're saying. في الأمس القريب جاءني سؤال من بعض المسلمين الذين ابتلوا بالاستيطان في ألمانيا أنه يسكن مع رجل شيعي، فسألني بعض أسئلة تتعلق بعقيدة الشيعة وبعلي وإلى آخره، ثم سأل عن قوله عليه السلام في ربه إنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. الإشكال الذي يورد الآن على هذا الحديث سترون أنه إشكال مادي محض، أنه الآن بعد أن عرف علميا أنه الأرض كروية وأنه في كل لحظة في ثلث ليل، إذن كيف معنى ينزل الله في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل؟ يا جماعة اتقوا الله، أنتم عم تستشكلوا هذه الصفة بناء على صفاتكم المعهودة فيكم، أي على ضعفكم البشري، فعم تقيسوا رب العالمين على المخلوقات، فكيف أنه بينزل كل لحظة؟ عم تشبه نزول رب العالمين بنزولك أنت، فأنت لما بتكون في الغرفة بتنزل لتحت خلت هذه الغرفة. من هنا جاء الضلال. شو التشبيه؟ شبه رب العالمين بهذا الإنسان العاجز، هذا باطل وأنا أول المبطلين. لكن هل هذا يورثني أن أقول إذا ذا نزول؟ لا، أنا أقول ينزل كما يشاء وكما يليق به، ولا أقول تنزل رحمته، وهذه ضلالة حديثية وأيضا عقائدية. If God's moving, he moves from here to here. What does that mean about God? He means he's in a body. كلمة الجسم يصيح بها أهل الباطل، أهل التعطيل بين يدي أهل الإثبات. فيقول مثلا إذا أثبتتم لله وجها لازم أن يكون جسما، فأنت مجسم، ولهذا يسمون أهل السنة والجماعة المجسمة والمشبهة. نقول طيب ماذا تريد بالجسم؟ لا يوجد في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة إثبات الجسم ولا نفي، ونحن نثبت لله ما أثبته نفسه ولا نقول إنه جسم ولا نثبت أنه جسم. يجب علينا أن نتوقف، لأن هذه ألفاظ ابتدعها أهل التعطيل من أجل أن يفهموا أهل الإثبات، لكن Okay, also, where is he moving around? Like, is he in creation? Is he outside in like some void or something? إني أطمئن المسلمين جميعا الحاضرين منهم والغائبين الرجال منهم والنساء بأن الله تبارك وتعالى منزه عن كل مكان، ذلك لأن المكان حينما يطلق فإنما يقصد به ما كان عدما ثم خلقه الله عز وجل فجعله مكانا لمثل هذه المخلوقات الشتى من إنس وجن وملائكة. Like God, if you're moving around, it means you're in space, you're in time. فالله عز وجل كما نعلم جميعا على اختلاف الفرق الإسلامية كان الله ولا شيء معه، لم يكن ثمة زمان ولا مكان، ثم خلق الله عز وجل المكان والزمان، فلذلك فلا شك ولا ريب أن الله عز وجل ليس في مكان. هؤلاء الذين يبدأون الكلام بالفلسفة الكلامية، المكان مخلوق أم ليس بمخلوق؟ نعم هو مخلوق، هل يليق بالله عز وجل أن يكون في مكان خلقه؟ الجواب لا يليق. إذن كيف يقال إن الله في مكان؟ نقول لا أحد من المسلمين يقول إن الله في مكان إلا المنحرفين عن الكتاب والسنة. We're not saying God moves. It's just metaphorical, yes. Right? So when we say, you know, God's eyes are on us, we don't literally think God has eyes like yes. human eyes. It just means God's aware of what we're doing. So God and the Prophet know the unseen, right? So قولنا حقيقة خلافا لمن قال مجازا، فإن حقيقة ثابتة لله عز وجل، له يدان اثنتان حقيقيتان. وهل يلزم من إثبات ذلك حقيقة أن يكون الله تعالى مشابه للخلق؟ لا يلزم حقيقة، لا يلزم، لأننا نقول لمن ألزمنا بذلك وقال إذا أثبتتم لله يدا حقيقية لزمكم أن يكون مماثلا للمخلوق، هل تثبت لله ذاتا؟ سيقول نعم. هل لزم من إثباتك الذات
أن تكون ذاته مماثلة للمخلوقين؟ لا. إذا كنت تقول هكذا فلماذا لا تثبت صفات لا تشبه صفات المخلوقين؟ هل لك عين؟ سيقول نعم لي عين. هل للجمل عين؟ سيقول نعم له عين. هل عينك كعين الجمل؟ وش بقول؟ سيقول لا. والكلام على الصفات كالكلام عن الذات. قل في الصفات ما تقول في الذات، فالذات لا يمكن تكييفها، وكذلك صفات هذه الذات لا يمكن تكييفها. For example, if the Prophet says, alayhi salam, on the day of judgment, we are going to see God like you see the full moon. This is hadith, very famous hadith in Sahih Bukhari and other books. Of course, then some Sunni scholars, probably the majority, would say, it's not, maybe you're not actually seeing God. Maybe God creates an image in your mind or something. So they reconcile it. وَرُؤِيَةُ الْمُمَيِّنَ لِرَبِّهِمْ فِي الْجَنَّةِ ثَابِتَةٌ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَأَئِمَّةِ الْأُمَّةِ وَلَمْ يُنْكِرْهَا إِلَّا مَنْ أَعْمَى اللَّهُ قَلْبَهُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَلَا يُنْكِرُ هَذَا إِلَّا ضَالٌّ فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَهْدِيَهُ إِلَى الْحَقِّ أو يحرمه لذة النظر إلى وجه. نسأل الله أحد الأمر، إما أن يهديه وإما أن يحرم لذة النظر إلى وجه الله. وذلك عاقبة من لا يتبع السلف الصالح، ولذلك قيل وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. فنوصي الحاضرين جميعا أن لا يزغوا لعلماء الكلام ولا لأذنابهم، وعليهم أن يعرفوا عقيدة السلف ليكونوا إن شاء الله مهتدين، والحمد لله رب العالمين.